بسم الله الرحمن الرحيم. في أثناء فهرستي لمشروع ديوان الخليج، وهو فهرسة مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب في الخليج، مر علي ذكر رجل فلسطيني اسمه درويش المقدادي، وأنه كان من أعمدة التعليم في الكويت. فصرت أبحث عن سيرة هذا الرجل في ديوان الخليج عندنا وفي المصادر الأخرى، وإذا بي أجد أقف أمام قامة علمية كبيرة. ولد درويش المقدادي رحمه الله تعالى في فلسطين في حدود سنة 1899، وقد كتب مقالا نابعا من عقل وفكر ناضج وعمره 23 سنة، يتكلم عن التاريخ من الناحية الاجتماعية، وأنه من الضروري أن نتكلم عن النواحي الاجتماعية في كل بلد، كما أننا نتكلم عن الحكام والسلاطين والأمن وغيرها. فالسياسة فالتاريخ في كل بلد ليس هو السياسة فقط. اشتغل درويش المقدادي في فلسطين بعد أن أكمل دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت في التعليم، وكان معنيا بالتعليم والنفس القومي جدا. ولذلك لما طالبت الحكومة البريطانية، وهذا في العشرينات الميلادية، أن يوقف نشاط الكشافة، كان هناك نشاط كشافة اسمه كشافة خالد بن الوليد، قال أو يوقف نشاط خالد بن الوليد، فقدم استقالته. رحل درويش المقدادي مع صاحبه في ذلك الوقت نقول زيادة إلى سوريا وغيرها، وقد كتبا كلاهما في ذلك رحلة تناول البلاد التي مر بها من جانب علمي وثقافي وتاريخي وجغرافي، فأثريا المكتبة العلمية والتاريخية في ذلك الوقت حتى استقر بها المقام في العراق. في سنة 1927 وصل درويش المقدادي إلى بغداد، والتقى بجماعة من المؤرخين والأدباء والمفكرين العراقيين والعرب أمثال ساطع الحصري وأكرم زعيتر وغيرهم، واشترك في أنشطة قومية، وكان من جملة المؤيدين لثورة الجيلاني في العراق، مما أغضب الحكومة العراقية عليهم. كانت العراق في ذلك الوقت قد منحت ساطع الحصري و درويش المقدادي الجنسية العراقية، ورغبة منه في إكمال تعليمه سافر إلى ألمانيا لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، إلا أنه صادف الحرب العالمية الثانية فرجع إلى فلسطين بعد أن فارقها ما يقرب من 16 عاما، وحصل على الجنسية الفلسطينية. وقبل رجوعه إلى فلسطين كان درويش المقدادي قد مر بمحنة كبيرة، منها سحب جنسيته العراقية وتعرضه للسجن بسبب مشاركته في ثورة الجيلاني، ثم وفاة زوجته. ولذلك لما رجع إلى فلسطين لم يجد الوضع على ما هو عليه، فكان قد منع على مدى 16 عاما، ثم واجه مشكلة في دخوله فلسطين إلى أن تم دخوله بعد ذلك بعد أن بقي محتجزا خارج فلسطين. في الخمسينات الميلادية توجه درويش المقدادي إلى الكويت وشارك في وضع لبنة التعليم في الكويت، وكان له نفس قومي حاضر، وهو ضرورة أن يكون الطالب الكويتي ممزوجا في تعليمه وتربيته ما بين البيئة والتراث الكويتي مع التراث العربي عموما، وألا يكون منحصرا في التراث المصري الذي كان حاضرا في التعليم الكويتي في ذلك الوقت. نظرا لجهوده التعليمية والتربوية، فقد منحته الحكومة الكويتية في ذلك الوقت الجنسية الكويتية، ثم قامت الحكومة العراقية بعد ذلك بإرجاع الجنسية له ولساطع الحصري، فظل يتردد ما بين الكويت والعراق، يشارك في العديد من الأنشطة العربية والقومية والعلمية التربوية أيضا. لدرويش المقدادي العديد من الجهود الأدبية والفكرية، فقد شارك في العديد من الكتب سواء كتبها بنفسه أو بمشاركة أكرم زعيتر، وظل يتردد ما بين الكويت والعراق وهو حاصل على جنسية البلدين، إلى أن توفي رحمه الله في شهر مارس من سنة 1961، وقد خلف ذكرا كبيرا للأسف يغيب عن أجيالنا اليوم كثير من هذه الأخبار والإنجازات لدرويش المقدادي رحمه الله.